اليوم شفت الأخ رامي عامل لي منشن على فيديو، منزل فيديو عاطيني إياه كعيدية. هذا الفيديو خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض. طبعا يا جماعة الخير، يعطيك الصحة والعافية حبايب القلب، كيف صحتكم؟ طمنوني عنكم، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة بمناسبة عيد المبارك السعيد. عيد سعيد علينا وعليكم إن شاء الله. حبايب القلب كيف صحتكم؟ متابعيني اللي بيحبوني دائما وبعيدوا علي، والله أنتوا على راسي من فوق، كل حب والاحترام لكم. قبل ما نبدأ الفيديو يا أخ رامي، كل عام وانت بخير. عندي سؤال بس بسيط إلك، اللي فوق الكاميرتين اللي انت حاططهم، واحدة قاعد انت عم تحكي والتانية فوق مصور التليفون بس، ما بعرف ليش هاي اللي فوق موجودة، يمكن في هدف إلها؟ يعني وضح لي هذا الشيء، أنا ما فاهم الصراحة شو الهدف من الكاميرا هاي اللي فوق اللي قاعد بس بتصور فيها تليفونك. أخ رامي كمان أنت حاطط صورتي، ما بعرف شو قاعد بتسوي فيها بالضبط. هلأ حنعرف مع بعض. أنا ما حضرت الفيديو كله، حكيت لازم أحضره معاكو عشان تكون ردة فعلي حقيقية 100% على هذا الفيديو. المهم يا جماعة الخير، زي ما انتم شفتوا جايبين لكم تصميم رائع جدا، هذا من نفس التصميم، هذا من نفس جوالي. هاي قاعد اصمم لاخونا مازن، شايفين بدي احاول ان اعمل له الوان حلوه، يعني قصدي لا تفهمنيش مني، تفهمش غلط يا اخوي مازن. اخ رامي يا صرت تطور محتواك، تحط فيه ساوند افكتس وحركات مؤثرات صوتيه. هذا تصميم اخ رامي؟ شو هذا التصميم بالضبط؟ اسوأ تصميم اشوفه بحياتي. أنا آسف يا أخ رامي، بعرف الدنيا عيد وجبر الخواطر ومن هذا الكلام، بس الصراحة هذا أسوأ تصميم أشوفه بحياتي. ما بدي أحكم عليك بسرعة أخ رامي، خلينا نشوف الفيديو نكمل، يمكن لسه أنت قاعد بتزبط فيه يعني، وبعدين النهاية النتيجة الأخيرة حتكون جدا جميلة. بدي أحاول أعمل لك تقريبا يعني زي المنتج، يعني هي شايف كيف أصمم لك، بدي أحاول قلب حب، أرسم لك قلب حب يا مازن. يا شباب الكل منشن أخونا مازن او انا بمنشي معه عادي. اتمنى اخوي مازن، اتمنى انها تكون نادل تعجبك اخوي، يسعدني قلبك اخونا مازن. زمان ما ظهرت فيديوهات على قناتك يا مازن. مازن اظهر قناة، اظهر الفيديو ضروري على قناتك، الله يسعد لي اياك حبيبي مازن. حبيبي يا اخ رامي، يو لاف مي. اخ رامي حبيب قلبي، والله انا اللي بحبك يا اخ رامي. اخ رامي التصميم لهلا انا شايف الصراحه خبصه بخبصه، هاي اول شغله. ثاني شغله، انت بتحكي انه انا ما عم بشوف فيديوهاتي عندك، بطلت تحط فيديوهاتي، لانه يا اخي اخ رامي محتواك هاي الفتره بطل زي قبل. بدنا المحتوى القديم، لما تحط الاكل قدامك وتقعد تحكي وانت حاطط هذا الاكل اللي قدامك، تحكي لنا عن مواضيع بتصير معك. هو كثير محترم المحتوى وحلو، حلو كثير يعني، تمام، راح كثير كثير يعني نال اعجاب الجمهور المحترم. هذا المحتوى اللي كان حلو، اول محتوى اللي كنت تغني فيه، تتذكر زمان لما انت كنت تغني اغاني رسوم؟ يا اخي المحتوى بيجي فنان. بدنا هذا المحتوى يا اخ رامي. خلينا نكمل هلا هذا الفيديو، نشوف النتيجه الاخيره للتصميم تاعك. ما بعرف الصراحه كيف راح تقدر تحول هذا التصميم يلي جدا سيء لإشي حلو. انت حكيت بدك تسوي قلب حب، ما شايف انا وين قلب الحب بالضبط، بس خلينا نكمل، ما بدي اظلمك، بنشوف بالاخر. اسمع يا رسمه بدك اياها احكي لي، اكتب لي اكتب لي تعليق الرسمه بدك اياها، امنتج لك اياها على موبايلي، حلو، ابشر بدك اياها، حتى اذا بدك اسمك ابشر كمان. اخ رامي هذا هو التصميم، ها هي النتيجة الأخيرة، بس هذا اللي سويته. اخ رامي أنا آسف يعني، أنا بحبك وبحترمك، بس ما تاخذ هذا الكلام شخصي أبدا. هذا أسوأ تصميم أشوفه بحياتي. شفت كتير تصاميم سيئة أنا، بس هذا التصميم أسوأ تصميم حرفيا بشوفه بحياتي. أنت حكيت لأنك كمان الهدف تاعك كان أنك ترسم قلب، وين القلب اخ رامي؟ شو هاي الخبصة اللي قدام وجهي اللي أنا شايفها؟ مش مشكلة يا أخ رامي، شكرا لك على التصميم. لو سمحت يا أخ رامي ارجع للمحتوى القديم، ارجع للغنى، ارجع لما كنت تحط الأكل قدامك وتقعد تحكي لنا عن مواضيع، هذا هو المحتوى الحلو. تاه قلبي لما لقاه خلاني مشيت وراه. عشان هيك أنا الصراحة بطلت أشوف حتى منشنات عليك، الناس بطلت تحضرك زي قبل لأنك تركت المحتوى القديم، لازم تضلك على نفس المحتوى، خلص محتوى الدبكة زبط معك بدك تكمل عليه، محتوى الغنى ظبط معك بدك تكمل عليه،
فأخرامي ارجع للمحتوى القديم. المهم خلينا هلأ نروح نشوف منشنات تانية. أوكي ما رايحة. وين رايحة؟ رايحة تمشى. خلينا نوقف معك. تروح لا لا ما ركب رجال أنا معي. هاد ليش؟ ما ركب معي أنا. ما فيها شيء. ليش ما فيها شيء؟ هاد لا فهودي أمي تطقني. ما تطقك هاد. فهودي شو قاعد بتسوي؟ فهودي انت من دون اشي كل اشي بتسويه بالتيك توك غلط بغلط، وفوق هاد شفت بنت وقفتك بالشارع بتحكي لها ركبيني معاكي خلينا نروح عادي حتى بس هي حكت لك ما بصير. يلي ما بيعرف مين هذا الانسان، هذا الانسان بيفتح بثوث بالتيك توك بيحط اكل قدامه وبيصير يحلف انه ما حياكل الا لما يوصل مثلا عدد معين من اللايكات او يبعتوا له اسد او هدايا من هذا الكلام. خليني اورجيكم مثال على المحتوى تاعه. بطني يا عيال نمت ما كليت بالله وصلني مليون تكبيسه وصلني مليون يما بطني وصلني مليون تكبيسه يا وصلني مليون وصلني مليون تكبيسه ناصر تعال ناصر ناصر تعال بدعني ناصر تعال بطني يا عيال بطني ناصر اطلع اطلع يا انتقام جيتك بالسياره اطلع اطلع يا بطني. هاد هو المحتوى تاعه حرفيا، بس هيك اللي بيعمله، بيحط قدامه الأكل وبيقعد هيك يتدلع قدام المتابعين. هو بيفكر المتابعين كلهم مغفلين زيه، فعشان هيك بيقعد يضحك عليهم يا الله من امبارح ما أكلت أمانة يا أخي وصلوني مليون تكبيسة أو نزلوا لي أسد يعني أنا بدي أكل جوعان كتير بس لازم ينزل لي أول شيء أسد بعدين بأكل. فهودي الناس مو كلهم يعني زيك للأسف، في ناس بيفكروا وعارفين خطتك الكبيرة. بعدين انت البنت هاي اللي شفتها حكيت لها بدي اركب معاكي وملزق فيها وهي قاعدة بتصورك واصلا بالسيارة قاعدة، اما لما يجوك شباب بدهم يتصوروا معاك بالشارع هدول بتصير تحكي لهم حتصل بالشرطة ما بدي اياكو تتصوروا معاي. خليني اورجيكو فيديو لمثال واحد من المتابعين تعون فهودي لما شافوا بالحلاق شو عمل فيه فهودي. السلام عليكم يا السناب، هذا فهودي المشهور حقكم. ما طول شوفوا كم بثت. ما تصير هلا ممنوع تصوير. لا تصور ممنوع التصوير، بس البنت يلي موجودة بالسيارة أصلا ما نزلت لك هاي قاعدة على شباكها خليني أركب معك عادي. هذا متابعك يا فهودي إجا عندك نزل لك وانت بالحلاق إجا عندك قاعد بيصور فيك بتحكي له ممنوع التصوير، بس البنت لا عادي. شوفوا هذا الفيديو لقيته بعد ما خلصت تصوير، شوفوا فهودي بس يشوف شاب بده يجي يتصور معه شو بيسوي. تعال بصور معك، تعال تعال بصور معك يا أخي بصور معك، تعال بصور معك، تعال يا فهودي صورة واحدة، يا فهودي صورة واحدة يا اخي اسمع بصور معك صورة واحدة. ما يا اخي صورة واحدة بس. ليه يا ولد تشتكي علي؟ صورة واحدة. في كمان بتذكر شفت له فيديو طلع مع بنت وحرفيا الكرنج، مواقف كتير كرنج صارت بهاي الطلعة، خليني اورجيكم هذا الفيديو. صباح الخير، اليوم انا مع فهودي هبكم. نور فهودي. نور. شو اخبارك طيب؟ والله طيب خير الحمد لله. فهودي متى تاكل؟ اكل. كنت هذا عادية مني لك يا حياتي بقصة. أنا عشان حطيه حطيه قدام. واو ما شاء الله. البنت حرفيا بتنزل سنابات بتضحك عليه، حاطة إيموجي الضحك بالسنابات تاعها، تتمسخر عليك البنت فهودي وانت قاعد معاها وبتشربها بالعصير وبتحكي هاي هدية مني إلك وبعدين تشرب من العصير انه اساس شوفوا كيف احنا متقربين كتير من بعض. فهودي شو قاعد بتعمل بحالك؟ وين سعود عنك يا فهودي؟ سعود لو شاف هذا اللي قاعد بصير ما حيتركك بحالك للابد. خلينا نكمل هذا الفيديو وبعدين راح نروح عند سعود، بدي اورجيكم سعود شو بيعمل فيه لفهودي. فهودي ايش كثر تحبين؟ احبك كثير. والله احبك انت بس ما احبك. طب شو تقول للمتابعين؟ ما اقول لك كذا، قل ماني معك. انا احبك انت بس. ماني شارب ماني شارب ماني شارب. انا احبك انت بس ما احبك يا روحي. احبك بس انت. لما يطلع مع البنات بحبهم وبيعاملهم بكل حنية وهدية مني الك وبيشربها العصير وبعدين بيشرب منه، بس لما تيجيك شاب بده يتصور معك ينزل لك من السيارة
تقعد بتقلع فيه وبتحكي أنا حطلب لك الشرطة. أنا بديت أفهم ليش سعود بيعاملك بهاي الطريقة. خلينا نشوف بث إله هو وسعود. مالي ماكل مالي ماكل جعلك ما تاكل. أنا أقولها باسمي وباسم العالم اللي جيبونك. جعلك ما تاكل جعلك ما تاكل لو إن شاء الله ما تاكل سنة قدام. والله ما طقت خبر. تبين تبين يا عم تبين أسوي عاجل. وش تبين نسوي ضرب راسك في الجدار؟ لين تغدي أما صاحي ولا مجنون ولا نجيب لك حل؟ لا وضعك ما طبيعي. لا والله وضعك ما طبيعي. تمرس بطني 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 بطني. يا والله بيجونك العالم. يا الله أمانة تكفى بنعطيك عشان تاكل. جعلك ما تاكل جعلك ما تاكل جعلك إن شاء الله مع ذا اليوم إنك ما تاكل. أبارك على أساس إني بحتس الحين على أساس إنهم يحطون صورة. يا حرام تدعي علي أنا؟ إيه جعلك ما تاكل. اليوم يوم دهس الخواطر. بديت هلأ أعرف ليش سعود بيعاملك بهاي الطريقة. بالبداية أنا لما كنت أشوف سعود بيعاملك هيك كنت أحكي يا أخي ليش هيك حرام مسكين هاد. بس هلأ بديت أشوف هذا الفيديو تاع البنت اللي قاعد فيه هيك على السيارة. إني أركب معك طلعيني معاكي. بدك تطلع معاها؟ بدي أطلع على أبو بهودي. انت مو بس بتحط اكل قدامك وبتحكي ما رح اكل. ماني ماكل ماني ماكل ماني ماكل. مو بس تقعد عند شباك البنات وبتترجاهم انك تطلع معاهم وكمان بتعمل حالك مغمى عليك بالبثوث. انا هاي هلا شفتها هلا انتبهت عليها لما بحثت سعود وفهودي طلع لي هذا الفيديو. وزن عليك الحين الحكم الجديد سو كذا وابيك الدور 100 كذا. لا لا عطني 30 كذا تدوخني. مالك دخل ان سويتها ابدا الحكم الثاني. يلا سرعة كفو. ايه ايه بطل بطل بهودي روح. يا الله حياة الفهد. اي مسلسل هذا؟ انهار انهار انهار. مين بيغمى عليه أصلا بهاي الطريقة؟ أول مرة بحياتي بشوف حدا بيغمى عليه بكل أمان وسلام وحذر. شو هاد بالضبط فهودي؟ مين بيغمى عليه هيك؟ أنا عارف وش اللي يقومك. اوه شووش نزلت عند فهد كفو. لا تنزل هزل بيفوز علي بيفوز علي. تعال يا تعال تعال يا حركات دي حقت التيك توك ما تمشي علي. تعال الله يفهمني. مستحيل هذا الإنسان طبيعي يا أخي مستحيل. سمع صوت الأسد على السريع بطل مغمى عليه خلاص تعافى. ما شاء الله عليك يا فهودي. فهودي أنا ما بعرف ليش هيك بتعمل. ليش هيك بتعمل بحالك؟ شو بدك بهاي القصص يا فهودي؟ بنات وما رح أكل شو هذا؟ الناس بحبوك يا فهودي. في ناس بحبوك بس ما تسوي هيك. هاي الأشياء تخلي الناس تشوفك كمعتوه. لا تعمل هيك بحالك يا فهودي. الله يرضى عليك تقدر تكمل وتصنع محتوى وتفتح بثوث والناس حتحبك بس بدون هاي الحركات وبدون ما تروح عند البنات وتقعد تحكي لهم خليني أركب معاك عادي. عيب عليك يا فهودي اللي ما بترضاه على أهلك لا ترضاه لبنات العالم والناس. ارجع لعقلك يا فهودي ما بصير هيك تعمل هاي الحركات. الله يهديك. طولنا بكثير بهذا الفيديو. أنا ما توقعت الصراحة أشوف هذا المنشن تاع فهودي يتحول الفيديو عن فهودي. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير. فأمان الله.